انا كجمهور اهلي وكقناه اهلي لازم اعمل كده، وهو ده اللي انا بعمله وهو ده اللي انا هعمله. ولكن علاقتي الشخصيه باحمد فتحي بره القناه، بره باب القناه وبره اسم النادي الاهلي، ملهاش ده 100% ملهاش اي علاقه باي شيء. بحب احمد فتحي، انا من اكتر الناس اللي بتحب احمد فتحي في العالم كله، واللي عايز يقول اي حاجه تانية يقولها. لكن في النهايه احمد فتحي تاريخ كبير جدا مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي، تاريخ كبير جدا، وهيظل هذا التاريخ موجود، ولكن هيظل دائما عدم تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي برضه في ذهن جمهور النادي الاهلي. بس بلاش نقعد نزايد على بعض يعني في كلام غير صحيح وتصفي حسابات بشكل او باخر. ماشي، انا شخصيا استحمل، ما عنديش مشكله، قول اللي انت عايزه، لانها كل اللي كتب هذا الكلام هي مواقع لا تشجع النادي الاهلي، مكتوبه بالاسم فوق كذا كذا كذا، يعني مكتوبه بالاسم، هي مواقع كذا كذا كذا. فجات لي كلها الحقيقه ناس بتقول لي كذا كذا يا كابتن اسلام، انتوا عارفين احنا قاعدين فاضيين بقى، فقاعدين بنبص على كل حاجه. لكن الناس مش لاقيه حاجه، الناس عماله تقول اي كلام. بالنسبه لحسام غالي وعماد متعب، حسام غالي وعماد متعب اتنين من كباتن النادي الاهلي، وسيظلوا دائما من كباتن النادي الاهلي. اذا كان هناك امر او اخر او وجهه نظر او اخرى حصلت من حسام او عماد، شيء طبيعي ان احنا ممكن نختلف في البيت الواحد، ممكن الناس تختلف. لكن حتى عماد متعب خلال الفتره السابقه بيتكلم في كل حته، بيقول يا جماعه ده جمهور النادي الاهلي، ده لو عايزين نبعد عن كره القدم او عايزين نبعد عن الاعلام، هبعد عن الاعلام لو بزعل جمهور النادي الاهلي. وبالتالي تظل علاقه جمهور النادي الاهلي بلاعبي المحترمين الكويسين حاجه كويسه جدا، وقيمه جمهور النادي الاهلي عند لعيبه النادي الاهلي مهما كانوا ومهما عملوا ومهما قالوا. فده برضو لان برضو قال لك ايه، اصل اسلام الشاطر طالع يخبط في عماد متعب ويخبط في حسام غالي، وده مش صحيح. انا لما كنت بتكلم من حلقتين كده او حاجه، كنت بتكلم عن امر معين يخص بعض اللاعبين اللي عدوا على النادي الاهلي، اللي هم قعدوا سنه واتنين وراحوا لعبوا في كاس العالم ورجعوا وما ويعني مش عاجبهم، بيقولوا اصل فتره صعبه، خلاص انت حر، فتره صعبه انت حر. لكن عماد متعب وحسام غالي لا طبعا. وعايز اقول لحضراتكم شيء اهم جدا، انا اتكلمت مع عماد متعب مكالمه طويله جدا ما جبناش فيها سيره الموضوع ده اساسا يعني، وكان موضوع وقعدنا نهزر ونتكلم في مواضيع اخرى، وان هو هيتجه الى الاداره ومش عارف ايه وكلام من هذا القبيل يعني. فالامر بالنسبه لي امر غريب جدا، ولكن انا بعذر كل الناس، لان انا عارف ان الوقت ده هو وقت فاضي وهو وقت الهبد، وقت الهبد. ولكن ثقتي كبيره جدا 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 في جمهور النادي الاهلي، ثقتي كبيره جدا جدا في وعي جمهور النادي الاهلي في كل ما يحدث حوالين النادي الاهلي. ثلاث اربع ايام اللي فاتوا ضرب 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 ضرب، ليه؟ عشان ايه؟ عشان ده اسم النادي الاهلي، علشان الناس كلها عايزه تتشهر، والناس كلها فاضيه بقى اليومين دول، فكل واحد يطلع يلبس البدله والجاكيت زي ما انا عامل كده ويطلع ويقول لك ايه؟ لجنة التخطيط دي فاشلة علشان ما جددتش مع أحمد فتحي. طيب يعني هي لجنة التخطيط اللي ما جددتش مع أحمد فتحي دي لما جددت مع وليد سليمان بقى الموضوع هنا موضوع فلوس، ساعتها قال لك ما انت اديته فلوس. يا جماعة بالعقل كده، فخلينا نفكر في اللي بيحصل، لأنها أمور غير منضبطة. عشان كده الفترة دي الكلمة مسؤولية، الكلمة مسؤولية. وبناشد لاعبي الأهلي الأحبة، لأن التانيين دول لن تصل إليهم رسالتي الحقيقة. من فضل حضراتكم الحذر 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 واجب خلال هذه الأيام، لأن الكلمة خلال هذه الفترة مهمة جدا. والكلمة حتى الكلمة لو لها معنيين فخلينا نوضح، زي ما أنا وضحت كده، الناس قالت لك أصل أحمد فتحي فوضحت موضوع أحمد فتحي، قالت لك عماد متعب وحسام غالي انا وضحت موضوع حسام غالي وعماد متعب. فالموضوع بالنسبه لي واضح وصريح، واضح وصريح، ومحدش هيقدر يخش ولا في علاقتي انا بقى كاسلام بعيدا عن اسم النادي الاهلي طبعا. العلاقات تتوارى عندما تكون او يدخل اسم النادي الاهلي. لما حاجه تخص مصلحه النادي الاهلي ما اقدرش، دي حاجه مش بتاعتي.
لكن العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين احمد فتحي مش هتتاثر، العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين حسام غالي مش هتتاثر، العلاقات الشخصيه اللي بيني وبين عماد متعب لن تتاثر. الحمد لله انا اتكلمت معاهم الفتره اللي فاتت، هم اللي كلموني واتكلمت معاهم الفتره اللي فاتت بشكل او باخر. فالحذر الحذر الحذر، معلش هي فتره صعبه ما فيهاش حاجه غير ان احنا نطلع نتكلم ونشوف الهبد اللي بيحصل عشان نطلع نقول لحضراتكم يا جماعه خدوا بالكم في هناك بيحصل كذا كذا كذا. طيب عندنا ايه النهارده؟ عندي ثلاث فقرات هامه جدا، ثلاث فقرات كل فقره احلى من الثانيه الحقيقه. الفقره الاولى هيكون معايا واحد من نجوم الاهلي اللي لعبوا فترات طويله في النادي الاهلي وبيلعب دلوقتي في المقاولين العرب من ناشئين النادي الاهلي، النجم الكبير كابتن محمد سمير. محمد سمير هيكون معايا بعد قليل، هنطلع نتكلم فيما يخص كره القدم، الفتره اللي فاتت، الفتره اللي جايه، هنعمل ايه، فترته وهو موجود في النادي الاهلي، كلام مهم فيما يخص النادي الاهلي دائما، من مع النجم محمد سمير بعد هذا الفاصل.